نادي الطلبة يطفئ شمعته الخمسين، وبعد كل هذه السنين التي حملت أسماء، نجوم، تتويج، أفراح، أحزان، وحاضر لا يسر الناظرين. نتمنى أن يكون المستقبل أفضل من كل حين. كل عام والأنيق وجماهير بخير. على يمين الحارس ياسين كريم، كرة ملعوبة، تدخل الدفاع. طلاب يا طلاب، طلاب يا طلاب، اسمك اني قنت انتم اهل الالقاب، اسمك اني قنت انتم اهل الالقاب.